صباح الخير مشاهدينا. بيقول المثل بآزار إن خلص آزار اللي عمر عمر واللي بار بار. أما منيجي لطقسنا اليوم، بلادنا عم تتأثر بامتداد ضعيف لمرتفع جوي بطبقات الجو كافة، ودرجات الحرارة عم توالي ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها وبتتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية. أما الجو عم يستمر بشكل عام لغائم جزئي، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. خلونا هلأ نقوم بجولة صغيرة على درجات الحرارة بالمحافظات السورية. هيدا كانت أخباري عن طقسنا اليوم، شوفكم بنشرة جديدة.